بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، أهل بلدنا الكرام، أزوتنا، متابعين صفحة كفرعان الرسمي، أعضاء الهيئة العامة، نحييكم بالسلام، نمسيكم بالخير. اليوم إن شاء الله راح يكون عندنا الجولة الثانية من مسابقة القدس التي أطلقتها اللجنة الثقافية في رابطة أهالي كفرعانة برعاية إدارة رابطة أهالي كفرعانة. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة ترحيبية من الأخ السيد رئيس الرابطة، تفضل محمد. حياكم الله، بنرحب في الدكتور عارف رئيس لجنة الطالب الفقير وأعضاء الهيئة الإدارية والضيوف الكرام، ونبارك لكم جهودكم الطيبة وحياكم الله. حياكم الله. طبعا اخواننا اليوم عندنا المسابقه برعايه رابطه هيئه كفرعان زي ما حكينا اول، عندنا هدايا وجوائز مقدمه من السيد مروان بيوض ابو احمد مشكورا، وعندنا مجموعه كتب مقدمه من مؤسسه الجزوري النشر. تباعا ان شاء الله راح نجري قرعه طبعا على نثر نتائج المسابقه. شارك معنا المره هاي 140 متسابق، شارك عندنا 140 متسابق من أهل بلدنا، إن شاء الله بنتمنى الفوز يحالف الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، كان في عندنا سؤال في المسابقة هاي أو الجولة هاي بتكلم عن الخدمات اللي تقدمها رابطة أهل كفرعانة، من ضمنها كان في خيار صندوق الطالب المحتاج أو صندوق التعليم زي ما بحبوا الناس يطلقوا عليه. أستاذ أبو جهاد، دكتور أحمد، دكتور عارف، حمو مسيك بالخير، احكينا عن صندوق التعليم. طبعا الصندوق اسمه صندوق الطالب المحتاج، تم انشاؤه تقريبا قبل 4 سنوات، الهدف منه هو مساعدة الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى على دفع الرسوم الدراسية، وهو خاص بالطلبة المحتاجين غير القادرين على تسديد رسومهم الدراسية. ويهدف الصندوق بشكل أساسي على دعمهم لاستكمال دراستهم ماليا، وحتى لا ينقطعوا لظروف معيشية محددة. هذا الصندوق تقدم له الكثير من أبناء كفرعان الطلبة الجامعيين، ومن تنطبق عليه الشروط تم قبوله، وقد تم إعطاء منحة ل15 طالب جامعي. طبعا عندما أقول طالب، طالب وطالبة، تخرج منهم 10 وبقي منهم 5 على مقاعد الدراسة، وعندنا 4 طلبات قيد الدراسة في نهاية هذا الفصل الأول 2021-2022 سيتم البت فيهم، وتنطبق عليه الشروط سوف يتم إعطاؤه هذه المنحة. الله يعطيكم العافية، إحنا إن شاء الله بنتابع معك بحث كامل في الموضوع. عم أبو طارق مسيك بالخير، كيف صحتك؟ احكي لنا عن الصندوق عم بطارق، شو محتاج منا من اهل كفرعانه؟ شو ممكن نقدم له احنا كاهل كفرعانه؟ نعم، الصندوق بحاجه الى دعم مادي. نعم. مشان تطوير الصندوق ونغطي التكاليف، لانه الحمد لله احنا ابناء بلدنا في كثير منهم في الجامعات حاليا بحاجه الى مصاريف بدعم اهل البلد والخيرين من اهل البلد، راح نطور الصندوق ان شاء الله، وبدعوهم يعني للتبرع للصندوق، يعني خصوصا صندوق الطالب الفقير ان شاء الله. استاذ عارف، لما ابتدعنا الصندوق او ابتكرناه كان عندنا رؤيه معينه كرابطه، شو كان عندنا يعني اهم بند في الرؤيه هاي؟ او هي الرؤيه منبثقه من رؤيه رابطه اهالي كفرعانه، انه دعم العائلات المحتاجه، العائلات المستوره وعندهم طلبة صاروا على مقاعد الدراسة وغير قادرين على دفع الرسوم الدراسية أو جزء منها، فكان الغاية هي منبثقة ومأخوذة من أهداف الرابطة بشكل عام. نحن رابطة نقدم الدعم للعائلات المستورة، العائلات العفيفة، والطلبة دعمهم أيضا هي صدقة جارية، فكان الهدف الأساسي أنه لا ينقطع ابن كفرعان عن الدراسة لأسباب مالية. تمام. سيد ابو محمد، مصدر تمويل الصندوق، الناس يعني بتسال دائما مصدر تمويل صندوق
صندوق من الخيرين من أهل بلد كفرعانة، وإحنا بنناشد أهل بلدنا ككل دعم الرابطة بشكل عام بتجديد اشتراكاتهم وفي تبرعات للرابطة، لأن الرابطة عندها مشاريع كثيرة منها خيرية اللي هي العائلات المستورة والطالب الفقير والمحتاج، ومنها مشاريع الرابطة. فندعو الهيئة العامة بشكل عام لدعم الرابطة والاشتراك في الرابطة، وكمان في انه ندعو نساء كفرعانة حسب النظام الأساسي في الرابطة انه اشتراك النساء في الرابطة، فندعو كمان نساء كفرعانة الاشتراك في الرابطة مع الرجال. تمام. دكتور أبو جهاد، نحكي شوي عن آلية قبول الطلاب وتقديم الطلبات و... يعني كيف تبدأ وكيف تنتهي؟ لو بتحكي لنا عنها. آلية تقدم الطالب أولي أمره بطلب جاهز وموجود في الرابطة، فيه بعض المعلومات وبعض البيانات التي يقدمها، وتقوم لجنة الصندوق بالتقصي وعمل مسح اجتماعي لهذا الطالب وعائلته، وإذا انطبقت عليه الشروط التي سأذكرها فيما بعد فيتم بعد عرض لجنة هي ليست لجنة مقررة، إنما تنسب للهيئة الإدارية، والهيئة الإدارية هي التي تتخذ القرار. بعد اتخاذ القرار مباشرة يتم منح الطالب مساعدة مالية لدفع رسومه الجامعية، وعندنا الطلبة ليس فقط المسجلين في الجامعات الحكومية بل في الجامعات الخاصة. طيب احنا في عندنا نظام للصندوق الطالب المحتاج، وبصراحة الناس يعني أشادوا فيه. النظام وضع جاهز ولا وضع حسب الحاجات حسب المراحل؟ يعني كيف وصلنا لهيك نظام؟ الحقيقة أن النظام الأساسي لجمعية رابطة كفرعانة احنا صغناه بنفسنا، ليس جاهزا وليس منقولا. اشترك فيه مجموعة من أعضاء لجنة الصندوق، منهم الأكاديميين المدرسين في مستوى الجامعي، ومنهم القانونيين، وتم تجهيزه وطلعت عليه الهيئة الإدارية، وتم تعديل بعض المواد فيه من قبل الهيئة الإدارية، وقبلت هذه التعديلات قانونيا وأكاديميا، وتم تجهيز النظام بشكل عام. وفعلا النظام يستاهل من كل يصلح لأي جمعية. الله يعطيك العافية. ممكن يكون عندنا للأمام يعني تغيير في نوع عمل الصندوق أو تمويله؟ يعني ممكن يكون استثمار ولا بس دعم؟ الحقيقة أن مسألة الاستثمار بحاجة إلى رأس مال عالي. نحن نعتمد في تمويل الصندوق على تبرعات الخيرين أصحاب الأيادي البيضاء وجزء من إيرادات الرابطة. وبهذه المناسبة أدعو كل مقتدر ويريد أن يدعم الصندوق أن يتبنى أحد الطلاب لتدريسهم، ونقبل هذه المسألة بمعنى التكفل بتدريس أحد الطلاب، وأيضا أن يكون إيراد للصندوق، وعندنا حساب خاص في البنك باسم صندوق الطالب المحتاج، وهذا الحساب متحرك يزيد وينقص في كل فصل دراسي قد يزيد. وأيضا بإمكان حسب دار الإفتاء أن نحصل على إيراد من أموال الزكاة إن شعرنا أن هناك ضيق في الصندوق. تمام دكتور، إن شاء الله بنعاود معك. أخ أبو أحمد يمسيك بالخير. السيد مروان بيوض أمين السر، واحد مؤسس الصندوق. في البداية كل الشكر لأهل كفرعانة، كل الشكر للداعمين والمتبرعين. صندوق الطالب بجوز نقطة حد أقصى اللي بنساعده للطالب 350 دينار بالفصل، وممكن هذا ما يكفي الطلاب ساعاتهم عالية. لكن احنا نتأمل عدا عن الدعم المالي المشكور من أهلنا وحبايبنا، نتمنى أن يكون هناك نوع من الكفالات، كفالات اليتيم، كفالات الطالب، كفالة اليتيم، كفالة الطالب. يجي المحسن يقول أنا بدي أتكفل طالب كامل بدراسته كاملة. نتمنى أن نشاهد مثل هاي المبادرات من أهلنا، وأهلنا هالخير. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية. نعود معكم إن شاء الله. اليوم في معانا فتى كفرعاني
معنا فتى كفرعاني تميم الجرمي. تميم كيفك؟ كيف صحتك؟ طبعا كان في معنا سؤال في المسابقة، كم مدرسة كان في كفرعانة؟ مدرستين، مدرسة للأولاد ومدرسة للبنات. طب تميم يعني أنت شو بعرفك كفرعانة؟ ما راحت وراح الاسم وراح. لا طبعا كفرعانة طلت وما وستبقى كفرعانة، كانت وما وستبقى كفرعانة. طب احكي لنا شو بتعرف عن كفرعانة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. جئت اليوم لأتكلم عن مدينتي وقريتي وهي قرية كفرعانة. كفرعانة جميلة جدا جدا وتقع في شرق يافا. إن كفرعانة تمتلك 2214 دنما لزراعة الحنطيات وزراعة الموز، وأيضا تمتلك 11000 لزراعة الحبوب. خرجنا من كفرعانة، بسبب هجوم عسكري قد هجموه علينا الصهاينة لعنهم الله. كفرعانة أرض آبائنا وأرض أجدادنا، أتمنى العودة إليها والسلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك العافية تميم، شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. تميم تعال معي، بدنا نسحب أول جائزة لهذا المساء. يوسف من الأسف. تميم بسم الله الرحمن الرحيم. تميم خربت لنا اول واحده، خلينا نسحب اول جائزه. تمام جوائز هذه الجوله روح انا اسحب. اسحب الكاميرا، اسحب بكرة من الاسم الكاميرا رقم 101. الفائز الرقم 101 اعطيني الجزء. هاتي ماشي خليه يجي 101. افتح لنا عليها 101. هيا بهاء الدين علي خير. هيا بهاء الدين علي خير. مبروك يا هيا. مبروك للأخت هيا. جائزة بكت صلاة مقدم للسيد مروان بيوب. جائزة بكت صلاة مقدم للسيد مروان بيوب. بس كمان واحدة. لا رجع حليب. الله يسلمك. اسحب. واحد وخمسين. على الكاميرا. واحد وخمسين. بيسان أمجد مصطفى حماد. واحد وخمسين. بيسان أمجد مصطفى حماد. جائزة بكت صلاة مقدم للسيد مروان بيوب. طبعا في عندنا راح يكون سؤال على البث المباشر. هدية بيسان. هدية مساعد تقم صلاة مقدم للسيد مروان بيوب. طلع بحكوا لنا أسئلة إن شاء الله على البث المباشر. في أنا مجموعة أسئلة. نبدأ أنت دكتور. دكتور يعطيك العافية. بدنا شروط قبول الطلب. نعم. الحقيقة وفقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي لصندوق الطالب المحتاج شروط قبول الطلب، وأريد أن أنوه أنه تقدم لنا طلبات كثيرة بعضها رفضت لعزة من مطابقة الشروط والتي قبلت هي مطابقة للشروط بشكل أدافير. أن يكون الطالب في السنة في المرحلة الجامعية الأولى وقد أنهى الفصل الأول الدراسي بنجاح وبمعدل لا يقل عن جيد. ليش السنة الأولى؟ ليش الفصل الأول؟ لأنه حتى تقدم لنا طلبات طلاب لم يسجلوا في الجامعة. نعم. أثنين دخل الأسرة.
أن يكون من أصحاب ذوي الدخول المحدودة الذين هم فعلا بحاجة إلى الدعم. ثلاث، أن يكون الطالب أولي أمره عضوا في الهيئة العامة للنظام الثاني. الطالب يجب أن يكون عضو، جميع الطلاب الذين تقدموا للحصول على منحة هم أعضاء الهيئة العامة الطلاب الذكور، وولي أمر الطالبة الطالبة البنت. أن يكون المنتفع قد أنهى الفصل الأول بتقدير جيد، ومن لم يحصل على جيد حتى لو كان يتلقى من حصة الطعام. الهدف من ذلك هو تشجيع الطلب على تحصيل علمي عالي. أن لا يكون الطالب منتفع من منحة أخرى أو مكرمة أخرى في مثل جامعات الجنوب، جامعة الطفيل وجامعة الحسين، أو منحة المعلمين أو المكرمة الملكية أو منحة الجيش. أن يتم مسح الحالة الاجتماعية للطالب وتكون موافقة للشروط، وتعطى الأولوية للطلاب ذوي العائلات المستورة المسجلة في رابطة كفر عالي. الله يعطيك العافية. طبعا احنا خلال ايام وردنا اسئلة من اهل بلدنا بخصوص الموضوع. خلدون سعد مساك، كيف حالك؟ مساك جميعا ان شاء الله. في عندك اسئلة وردت للجنة؟ والله في كم يعني سؤال، نحكي سؤالين بس حاليا. السؤال الاول، يعني هل في عدد معين لعدد الطلب المستفيدين سنويا من المنحة او من صندوق الطالب المحتاج؟ هذا السؤال الاول. دكتور عندك الاجابة؟ طبعا يتقدم لطلب المنحة كل فصل دراسي مجموعة من الطلاب، ومن تنطبق عليه الشروط يتم قبوله بالتنسيق مع الإدارية ويتم الموافقة على قبوله. عدد الطلاب كما ذكرت سابقا الذين تم قبولهم ومنحهم هذه المنحة الذين استفادوا من الصندوق 15 طالب، تخرج منهم 10 طلاب وبقي 5 طلاب وعندنا 4 طلبات قيد الدراسة، إن شاء الله تنطبق عليهم الشروط في هذا الفصل. في سؤال، هل يحق للطالب انه يتقدم اكثر من فصل للاستفاده من الصندوق، من دعم الصندوق؟ المنحه مستمره لمده 8 فصول الى ان يتخرج الطالب. تمام. خلدون، خصوص المسح الاجتماعي للطالب المحتاج او لاسره الطالب المحتاج، هل بتتم كل فصل ولا كل سنه ولا مره خلال 4 سنوات؟ يتم المسح الاجتماعي في بدايه تقديم الطالب طلب أولي أمره، وفيما بعد متابعة هذا الطالب وعائلته وأسرته. وكما ذكرت الأسر العفيفة التي تنطبق عليها من منحة الزكاة التي تقدمها الرابطة له الأولوية في الحصول على هذه المنحة. يعني إذا كان العائلات المستورة له الأولوية؟ الأولوية لأنه تم عليهم مسح اجتماعي من قبل اللجنة الاجتماعية. وجود أشقاء في الصندوق بيأثر على قبول طلب أحدهم؟ تعطى المنحة لواحد من كل عائلة حتى يعني ما يحل محل غيره. يعطيك العافية. خلدون، شو في عندك بيان على في سؤال أخير تقريبا، يعني أجا من أكثر من شخص، هل ممكن تقديم منحة مستردة، يعني مش منحة كاملة لطالب مثلا أو زي قرض بالضبط؟ يعني ممكن يكون وضعه المادي كويس لكن ظروفه مثلا عنده طالبين ثلاثة في الجامعة ما بيقدر يدرسهم كلهم، هل تم دراسة أنه يتم منحهم يعني قرض ويتم سداده بعد مثلا ما يخلص الطالب ابن كفر عانة الجامعة مثلا؟ الحقيقة المنحة التي تعطى للطالب غير مستردة، ونأمل فيما لو تم تعزيز رصيد الصندوق من الأهل الخيرين أن نقدم قروض للطلاب وهي مستردة، لأن حتى الآن المنح التي تقدم للطلاب غير مستردة. غير مستردة. غير مستردة. هل النوع ممكن نصل لرؤية مستقبلية أن احنا نقرض الطلاب كرابطة يتوفر عندنا الظروف؟ نعمل في ذلك، وهذا يعتمد على دعم الخيرين. يعني في نية يعني بالحق؟ والله يعني نية وموجودة في النظام الأساسي للصندوق. طيب تمويل الصندوق يعني بشكل، محمد فضل حكى من الزكاة، يعني اقتطع من الزكاة ولا من إيراد مصادر أخرى؟ إذا احتجنا قرض من الزكاة، لكن لم نحتاج حتى الآن الإيرادات من إيرادات الرابطة ومن التبرعات الخيرية. إن شاء الله يعطيك العافية. من الزكاة استفتينا دار الإفتاء وقالت بأن دعم الطالب الفقير أو المحتاج يجوز من أموال الزكاة، وكان هناك فتوى لوجود اجتماع للهيئة الإدارية. تم الاتصال بالأوقاف. عم أبو طارق يعطيك العافية. هل تم جمع تبرعات يعني مختصة بالصندوق خصوصا لصندوق التعليم؟ طبعا
طبعا او في متبرعين نعم تبرع بحالات خاصه يعني خصوصا اذا صندوق طالب موجود نعم وحسابهم موجود منفصل له حساب منفصل البنك حساب منفصل عن حساب الربط ابو احمد بدنا اضافه منك على موضوع التبرعات للصندوق شو بنأمل نصل لأي مرحلة إحنا بالصندوق؟ نتمنى يعني صراحة أخونا خلدون ما شاء الله بالنسبة لموضوع القروض بالعكس هاي بتساعد بتساعد الطلاب بطريقة مستمرة واستمرارية واردات إيرادات سداد القروض ممكن تساعد أكثر من طالب نعم. هاي لها ميزتين ميزة إنك بتساعد طالب والأقساط اللي تدفع تفتح مجال لطالب ثاني حتى نقدر نأخذه ونساعد بالنسبة لموضوع أكد على موضوع أبو طارق إنه صندوق الزكاة هو صندوق الطالب هو صندوق منفصل بحساباته كاملة لحد الآن ما 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 يعني ما احتاجناش إنه نأخذ من أموال الزكاة أموال الزكاة هي برضو حسابها منفصل لكن إن شاء الله ما بنحتاج نروح لأموال الزكاة وأتمنى الدعم إن شاء الله دعم أهلنا أهل بركة وأهل خير زي ما بيقولوا رابطتنا هي مرزوقة بأهلها مرزوقة بهيئاتها الإدارية مذكورة مرزوقة بناسها وبارك الله فيك إن شاء الله. طب هل يترتب على مقدم الطلب رسوم معينة؟ مقدم الطلب للمرة الأولى يدفع 10 دنانير رسوم فقط لمرة واحدة حسابا للصندوق وهذه العشر دنانير تذهب إلى حساب صندوق الطالب الفقير المحتاج. طب إذا أجانا طالب مش مشترك لما بده يقدم الطلب بده يكون مشترك يعني لازم يشترك بالرابطة يعني احنا بنقول انه اذا مضى عليه فصل دراسي واحد وبالتالي عندما يكون مضى عليه فصل دراسي يجب ان يكون مشتركا واذا ما كان مشترك من دول الاشتراك لكن ولي امره حسب النظام الاساسي يجب ان يكون عضو هيئة يكون مشترك. بتحب تضيف شيء دكتور على الموضوع؟ سؤال اخير بحب اضيف بس احيانا في شروط لاستكمال الطالب دراسته وحصوله على المنحه فاذا لم تصادفنا هذه المساله ولكن ممكن قطع المنحه عن الطالب اذا تلقى انذارا او تنبيها لاي سبب من الاسباب من الجامعه اذا انقطع عن الدراسه اذا خالف الشروط وشروط التي موجوده في النظام الاساسي لجمعيه تمالك الفرعون. تحصيل العلمي للطالب بيأثر في موضوع الدعم؟ نعم اشترطنا أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأكثر أي أقل شيء تقدير جيد في أي فصل دراسة بنقص عن الجيد ستنقطع عنه المنحة يعني دعم الدعم أنه يتشجع ويثابر على الدراسة نكون دعوة حاصل على تقدير جيد في كل فصل دراسي في الفصل الأول حاصل على تقدير جيد والفصول التالية معدل التراكم يجب أن لا يقل عن جيد. يعطيك العافية. خلدون في عندك سؤال؟ يعني هي ملاحظة إن شاء الله وطلب من إخواننا مجلس الإدارة إن شاء الله موضوع العشر دنانير هذه يعني يدرسوها يعني بخصوص الطالب أو طلب الطالب لصندوق الطالب لأنه أصلا هو جاي يقدم للطلب بيكون محتاج يعني والعشر دنانير إن شاء الله لا بتقدم ولا بتأخر بخصوص رصيد الطالب في الرابطة فنتمنى إنه يدرسوها إنه تنشال عن أو عن طلب الطالب اللي بده يقدم لصندوق الطالب المحتاج. السؤال الأخير اللي هو بخصوص دعم الطالب هل للجامعات الحكومية فقط ولا ممكن يدخل فيها الموازي والجامعات الخاصة ولا فقط للجامعات الحكومية؟ دكتور نحن لا نشترط إذا كان بجامعة خاصة أو جامعة حكومية المنحة التي نقدمها للطالب في الجامعات الحكومية تسدد كافة أقساطه في الجامعات الخاصة نعرف أن الأقساط عالية جداً فنعطيه 350 دينار 8 ساعات دراسية ولا نشترط أما الموازي فلا يحق له أن يحصل على المنحة ولا طلبة الدراسات العليا ولا طلاب كليات المجتمع. طيب بالنسبة لعشر دنانير مش ممكن تكون مستردة للي برتفض طلبه؟ عشر دنانير لا نأخذها عند تقديم الطلب وإنما عندما يتم تقرير المنحة عند القبول يعني عشرة عند القبول مش عند الممتاز يعني يحصل على منحته مثلا 350 دينار بدفع 10 دنانير لمرة واحدة ومشترك بالربط. نعم هو مشترك إذا استوى. خلدون شو فينا أسئلة؟ طيب ننتقل للسؤال الثالث الفائز الثالث والرابع. طبعا عندنا الجوائز مقدمة من السيد مروان بيوض أبو أحمد
وعندنا جوائز مقدمة من مؤسسة الليزوري النشر، مشكورين دعموا لنا مجموعة كتب وروايات، وعندنا جوائز مقدمة من رابط أهالي كفرعانة. ننتقل للقرعة. شو اسمك؟ إسماعيل. علي صوتك. إسماعيل. يلا إسماعيل، يلا شوف، يلا أسرع أسرع، كمان 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 كمان، يلا أسحب على محمد أولفت. أعطينا على 82. 82 فاز الثالث. 82 جنان أديب جنان علي أبو زيد. جنان الفائز الثالث، جنان أديب علي أبو زيد. الفائز الثالث معانا جنان أديب علي أبو زيد. نشوف الفائز الرابع. يلا اسحب. واحدة. اعطيني الرقم. تميم. رقم 12. الفائز الرابع رقم 12. رقم 12 ختام أحمد سليمان الفيومي. الفائز الرابع الأخت ختام أحمد سليمان الفيومي. ختام أحمد سليمان الفيومي. طيب في عندنا تميم. نرجع لتميم نحكي لنا كلمة قبل ما نختم الحلقة. شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس. فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس منكم. وطن ينزف شعبا، وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا لتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا لتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الآخرة هنا. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء. اخرجوا من ذكريات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة. طبعا احنا بندعي أهل بلدنا، ندعي أهل بلدنا جميعا، أي طفل، فتاة، طفلة عنده موهبة إحنا مستعدين نستقبلها. وشو بنقدر عليه رايحين نعمل. دكتور أبو جهاد نرجع لك مرة ثانية، شو ملاحظاتك بالنسبة للصندوق يعني باتجاه المقدمين الطلبات؟ يعني في ناس ردود الفعل، هيك نحكي شوي على ردود الفعل. في ناس بتزعل شوية، في بعض الناس نعم تزعل، بس لا تنطبق عليهم الشروط. يعني بعض الذين لا تنطبق الشروط من ضمن الطلبات التي وصلتنا: طالب أنهى الثانوية العامة ولم يسجل في الجامعة، طالب انقطع عن الدراسة، طالب حاصل على منحة دراسية ومكرمة من جهات أخرى، طالب كلية مجتمع، طالب لم يقدم وصله الجامعي من مسجل. هذه يعني شروط، أي أنه ليس على مقاعد الدراسة. يعني ما استوفى الشروط ما بحكولوش أنه يزعل أو يأخذ، يعني يأخذ محل غيره. إحنا ما عندنا لا واسطات ولا عندنا عزوات ولا شيء. نعم. في نظام أساسي وفي لجنة صندوق تنسب إلى الهيئة الإدارية، ويتم شرح حالة الطالب والمسح السماع أمام الهيئة الإدارية كاملة، ويتقرر الهيئة الإدارية إعطاء المنحة. يا سيدي الله يعطيكم العافية ومشكورين، يعني حضوركم اليوم أفرحنا وأسعدنا. الموضوع كان الناس تحكي فيه، وإن إن شاء الله أنك تكون شرحت الموضوع بشكل وافي. في عندك بنود في النظام تحب تحكي لنا إياها؟ يعني من ضمن البنود اللي ممكن الواحد يحكيها إنه مصادر تمويل الصندوق. تمام. شيء. مصادر تمويل الصندوق إيرادات الرابطة والمتبرعين، وأنا بدي أركز هون على المتبرعين. يعني بودنا إنه أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والناس المقتدرين أن يتبنوا أحد الطلاب أو يدعموا الصندوق بما جادت فيه أنفسهم. دكتور يعطيك ألف عافية وشكرا لك.
الله يعطيكم العافيه جميعا. احنا باذن الله بنكون انه حاولنا نغطي الموضوع اللي نوفي الشرح عنه، وان شاء الله تكون الرساله وصلت. في عندنا اخر فائز اليوم، نشوف من هو. واحد ثمانين. الفائز 81. بيان أديب أبو زيد. بيان أديب أبو زيد الفائز الخامس. بيان أديب أبو زيد. نعطي كمان جائزة سادسة اليوم. نعطي كمان جائزة سادسة. ما شاء الله. أصحاب النام أبو يوسف بعد الجائزة السادسة. أمجد. أمجد. رقم 29. رقم 29. 29 عائشة محمد علي عواد. عائشة محمد علي عواد. الحمد لله مش أديب أبو زيد. عائشة محمد علي عواد. معنا أستاذ مدرس ثانوية عامة أستاذ محمد رباح. بما أنك يعني في سلك التعليم، شو طموحاتك، شو رؤيتك لصندوق التعليم عندنا في الرابطة؟ أو شو بتحب يكون، أو شو بالنسبة لوضعه الحالي؟ أول شيء إحنا بنشكر القائمين على الصندوق وخطواتهم، خطوة ممتازة لدعم أبنائنا، أبناء كفرعانة. في الحقيقة أنا يعني طموحاتي إنه الصندوق يدعم حتى كمان مرحلة الدبلوم طلاب الكلية، وحتى ممكن طلاب الدراسات العليا ممكن يطولهم هذا الدعم. بالإضافة إلى ذلك يعني أنا بدعو جميع أهالي كفرعانة إنهم يساهموا في تمويل الصندوق بقدر ما يستطيعوا، حتى انه يقوم بالدور اللي يهدف لتحقيقه في دعم ابنائنا والوصول لتحقيق طموحاتهم واحلامهم بنيل الشهاده وفتح افاق للمستقبل. شكرا لك دكتور ابو جهاد. وفعلا سؤال يعني ورد لنا، ليش ما بيكون في دعم، لماذا يكون في دعم للدبلوم؟ والله هذا املنا وطموحنا انه ندعم الدبلوم وندعم كل الطلاب، ولكن الامكانيات محدوده. وللعلم بانه احنا لما كنا طالب الجامعه عارفين قديش الرسوم الدراسيه عاليه، بينما طالب الدبلوم رسومه الدراسيه منخفضه نوعا ما. واحنا بصراحه عندما ننظر الى منح الطالب المستفيد من المنحه، لا ناخذ الدخل من الاسره بشكل مطلق، ناخذ بنظر الاعتبار مجموعه من الشروط من ضمنها الدخل المطلق، إذا في دخل ثاني للأسرة، إذا الطالب يعمل أو لا يعمل، إذا كان البيت ملك أو مستأجر، إذا كان مقاعد الدراسة، كل هذه نأخذها بنظر الاعتبار عند المسؤول الاجتماعي. وهذا يعتمد على دعم الصندوق من قبل أصحاب الأموال وأصحاب الأيدي البيضاء. الله يعطيك العافية. في عندنا سؤال مباشر للإخوة المعانا على البث. أبو يوسف أعطينا سؤال هيك من دون إعداد. صندوق التعليم. سؤال للاخوه على البث، سؤال جوائز البث. اللي بذكرنا يعني اربعه من اسماء المؤسسين لرابطه اهل كفرعان، اعضاء الهيئه الاداريه التاسيسيه. على الموقع الرسمي اللي بذكر اربعه من مؤسسين رابطه اهل كفرعان بربح معنا جائزه. ثلاثة يا سيدي، سهل. ثلاثة من المؤسسين لجمعية رابطة أهالي كفرعانة اللي في المسابقة السابقة سألناها متى تأسست. تأسست رابطة أهالي كفرعانة عام 1977. كان هناك أعضاء هيئة إدارية مؤسسين، أذكر أشهر أعضاء مؤسسين لرابطة أهالي كفرعانة. من يذكر ثلاث أسماء، أول من يذكر ثلاث أسماء على البث المباشر له جائزة إن شاء الله. يعطيكم العافية جميعا.
سيد رئيس الرابطة بتحب توجه كلمة نختم فيها؟ يلا أنا بشكر اللجنة الثقافية على جهودها، وأنا بناشد أهل كفر عانة كمان مرة إنه الاشتراك في الرابطة ودعم الرابطة في الزكاة وفي صندوق الطالب وفي والرابطة شخصية، والله يحييكم. يعطيك العافية. في سؤال وردنا أخيرا دكتور، معلش، ممكن يحصل الطالب المستفيد على قرض أو منحة، هل تلغي منحته في الرابطة؟ أنت طبعا جاوبت بس توضح لنا إياها. الطالب إذا حصل على قرض أو منحة خارجية بيأثر على منحته في الرابطة؟ نعم، من شروط قبول الطالب الاستفادة من الصندوق اللي يكون حاصل على منحة، اللي حاصل على منحة بمعنى أن الرسوم الدراسية صفر. منحة مالية، انه في منح احيانا على المعدل، منح مثلا مقعد ما بيأثر. اي منحة مالية، احنا عندما نعطي الطالب المنحة من صندوق الطالب يقدم الوصل المالي اللي دفعه للجامعة، فعندما يحصل على منحة معناته يعفي من ما عندوش وصل مالي. تمام يا سيدي، الله يعطيكم العافية ونشكر حضركم جميعا ويسعد مساكم، وان شاء الله بكون عندنا سهرات متكررة في الرابطة، رابطتنا جميعا، بيتنا جميعا. يعطيكم العافية وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.